اهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير سيد جوزفي، صباح الخير دكتور. اهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فيك. طبعا العنوان الاول هو مساله اليوم، تكليف رئيس حكومه جديد. في عدد من النقاط نحن حابين نستوضحها منك. اول نقطه هي لقاء رئيس مئاتي مع رئيس الجمهوريه، ويلي صدرت منه معلومات متناقضه. من جهه في بعض الاوساط قالت بانه كان لقاء عاصف جدا وسيء جدا، من جهه اخرى حضرتكم بتقولوا العكس. شو جو اللقاء؟ شو صار؟ مش نحن بس بنقول العكس، البيان اللي طلع عن قصر بعبدا امبارح، بيان توضيحي، هو رد غير مباشر على الكلام اللي طلع ببعض الصحف، بعض وسائل الاعلام، انه اللقاء كان سيء واللقاء كان عاصف وما كان في تفاهم. على عكس كل ما قيل، اللقاء كان ممتاز، وهو لقاء دوري بين فخامه الرئيس ودوله الرئيس مئاتي. وبالتالي يعني شيء طبيعي رئيس حكومة تصريف الأعمال يلتقى مع رئيس الجمهورية، لأنه نحن دخلنا بمرحلة من تصريف الأعمال. هذه المرحلة إلى شروطها، إلى معطياتها، بعدين في نقاش بهذه المسألة. وكان واضح فور خروج الرئيس مئاتي وقال متفق مع رئيس الجمهورية، واللقاء كان جيد جدا وأنا على تفاهم دائم. فورا سارعت بعض الأوصاف يلي ما بنعرف الحقيقة، إلا أنه هالهدف من هالتسليمات اللي صارت اليوم التالي واضح أنه تسليمات انزعاج من جو الإيجابي للقاء. من هي هذه الأوساط؟ حضرتكم كتبتوا شيء، ما تواخذني عم أطشك، بس كتبتوا شيء بالموقع أنه أوساط مقربة من القصر، يعني قصدك الوزير جبران باسيل؟ أولا ست جوزفين، نحن نفصل بين موقع لبنان 24 وبين الكلام اللي عم اقول لك اياه. اوكي، انا بس عم بستوضح. نحن بالموقع نلتقي مع الرئيس مئاتي بكثير من النقاط، ونحن نفتخر بالعلاقه مع الرئيس مئاتي، لكن ما نكتبه بلبنان 24 هو تحليل سياسي. نعم. منعزل عن الموقف اللي عم اقول لك اياه، قد يتلاقى لكن قد احيانا يختلف. انا عم بستوضح منك. انه اللي اقتنع ثاني يوم بالصحف واضح المسرب انه فضح نفسه، لانه كان التركيز على موضوع الكهرباء، انه ليه بدها تنعمل الكهرباء هلا؟ ليه هلا هي بتصريف الاعمال بدها تنعمل الكهرباء؟ واضح اتجاه اللي سرب هذا الموضوع، انه كان القصد منه التعطيل مفاعيل الزياره الايجابيه والاجتماع وتاسيس مرحله من التوترات عشيه موضوع الاستشارات النيابيه الملزمه. نعم. لكن بالتاكيد اللقاء كل على مدار هالثمان اشهر كان التعاون بين فخامه الرئيس ودوله الرئيس تعاون كثير كبير. في بعض الاشياء يمكن تكون في تباين وجهات النظر حيالها، لكن هذا لا يلغي الود والاحترام. نعم. والتعاون للنجاح. في كل الحالات فخامه الرئيس ابدى بخلال اللقاء كل استعداد وكل ايجابيه للتعاون، سواء بمرحله تصريف اعمال او بالمرحله المقبله. كيف؟ وهذه هي الجو الحقيقي للقاء. وما يقال عكس ذلك هو من باب الحرب السياسيه المعروفه. نعم، كيف ابدا استعداده؟ يعني اليوم هل في كلام مثلا وتنسيق متى ستتم الاستشارات النيابيه لتكليف رئيس مقبل؟ هذا الموضوع ليس عند الرئيس مئاتي. ايه انا عم بشوف انه عم تقول حضرتك في انه تنسيق يعني بيناتهم بكل الاحوال. طبيعي في يا ست جوزفين بالمفهوم السياسي في مرشح طبيعي اللي هو الرئيس مئاتي. نعم. مرشح طبيعي بحكم الظروف يلي موجوده وهو موجود في تصريف اعمال. لكن مش شغلته هو يتناقش مع فخامه الرئيس مين بده يتحدد الاستشارات كيف بدها تتحدد. نعم. هذا الموضوع مرتبط بين فخامه الرئيس وبين المجلس النيابي والكتل النيابيه اللي هي دورها انها تحدد مين ستختار لرئاسه الحكومه المقبله. استاذ فارس، في اكثر من طرح، في طرح قال انه تجديد الثقه بحكومه الرئيس مئاتي لانه اليوم في استحاله سياسيه او صعوبه سياسيه لتكليف رئيس حكومه جديد ونشكل حكومه بشروط تبدو تعجيزيه قبل انتخابات الرئاسه، شو موقفكم من هذا الموضوع؟ لما بتكوني بمأزق سيد جوزفين مثل اللي موجود في البلد، من الطبيعي مختلف الأطراف السياسية كل طرف بيصير يطرح حل معين، لكن الأساس بعد الانتخابات النيابية بدك تاخذي بعين الاعتبار مفاعيل الانتخابات النيابية. هذا الطرح موضوع تجديد الثقة بحكومة الرئيس مئاتي طرحه فخامة الرئيس ميشيل عون نفسه بحديث صحافي نقل عن زواره، لكن هذا الطرح اجى من باب حسن النية لتمرير مرحلة ولمعالجة الأوضاع، لكن هذا الطرح دستوريا يعني دونه عقبات كبيره، لانه الاولويه هلا لتاخذي راي النواب بهن، يعني ما فيك تلزم النواب مسبقا بطرح محدد، بدك تترك الخيار للنواب للاستشارات النيابيه، لانه في ناس انتخبت هالنواب وفي اراء مختلفه بالمجلس النيابي، مثل ما واضح باول جلسه انه المجلس النيابي
صار في تعدديه اراء اكثر مما كان حاصل بالسابق. نعم. وبالتالي ما فيك تتجاوزي كل هذه الاعتبارات وتقولي بدي افرض هذا الشرط، وهذا الشرط يعني بالنتيجه رح يطول الزور بده يرجع على مجلس النواب، يعني الكلمه الاولى والاخيره لمجلس النواب. نعم. فقبل الاستشارات اللي جايه المقبله رح يدعي عليها فخامه الرئيس، رح بيكون في بين اتجاهات المجلس لوين رايحين وبشو رايحين. طيب اليوم في كلام عن شروط لتكليف نجيب ميقاتي وفرص، قديش عنده فرص الرئيس ميقاتي لاعاده تكليفه؟ واضح انه في بعض القوى تتوجه لاعاده تكليف الرئيس ميقاتي على الرغم من انه بعد يعني المشهد مش كثير واضح، ولكن انا بدي اسالك عن شروط التكليف، هل اليوم في شروط للتكليف منها مثلا ما يتعلق بكلام نقل ما بعرف قد ايه مضبوط حضرتك بدك تقول لي اذا وصلكم او لا عن توزير النائب جبران باسيل بالحكومة المقبلة، شروط تتعلق بصندوق النقد، بإصلاحات مطلوبة من الحكومة المقبلة، ما هي الشروط اليوم اللي موضوعة على الطاولة لإعادة تكليف الرئيس ميقاتي؟ بالمبدأ بعدنا عم نحكي بنفس الفكرة نبرم حواليها، المسألة بإيد مجلس النواب يختار من يريد، أما إذا بتسأليني إذا في حال المجلس النيابي ارتأى إعادة تكليف الرئيس ميقاتي، مسألة شروط كلمة شروط بغير موضعة. ما في كلمة شروط، ولا دولة الرئيس بيسمح لحاله يحط شروط، ولا يعني المسألة مرتبطة بشرط من هون وشرط من هون، بدك توفري عوامل لنجاح أي مهمة مقبلة. الرئيس ميقاتي بينطلق من مبدأ إنه نحن قبل ما نوصل على تشكيل حكومة، إذا بتكلف بتشكيل حكومة، هالحكومة شو فرص النجاح اللي رح تكون عندها؟ عندك شروط معينة، ما بدي استعمل كلمة شروط، عندك مقومات معينة ضروري تتوفر، نحن قادمين على مرحلة أصعب من المرحلة الحالية بيجي بدها معالجة اقتصادية ومالية، هذه المعالجة إذا لم تتوافر نوايا لدى كل الأطراف للتعامل بهذا المسألة بيكون في مشكلة، عندك قوانين موجودة، شريعة قوانين وقوانين مطلوبة من مجلس النواب بإطار الخطة الإصلاحية يلي هي تسبق التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي، هذه الخطوات الإصلاحية إذا لم تكن هناك نوايا مسبقة بالتجاوب بالإمرارة بمجلس النواب وبإقراره وبالتفاعل مع الحكومة بالعملية الإصلاحية بنكون بعدنا مطرحنا، وبالتالي بتكون مقومات نجاح أي حكومة مقبلة رح تكون معدومة ونضلنا بالمشكل ذاته، وهذا بهذه الحالة أكيد الرئيس ميقاتي لا يعتبر نفسه معني بهذا الموضوع. إذا في مهمة إنقاذية استكمال الخطوات اللي أرستها الحكومة الحالية بخطوات مقبلة بتعاون مقبل مع صندوق النقد مع المجلس النيابي مع كل الكتل اللي يكون في تعاون، هيدي هي بتعطي فرص لتقدر تقولي في امكانيه لاني استمر او اني اقبل بهي خطوه معينه، لكن اذا ما توفرت هالعوامل بالتالي نحن بنكون امام مأزق تستضيفين، واكيد بهالحاله الرئيس ميقاتي ليس متحمسا، واساسا هو قال بسلسله احاديث انا لست لاهسا لست متحمسا وابرز خطوات، بالنتيجه واضح موقفه. نعم استاذ فارس، انا يعني بعرف انه اتفهم انك قد تكون متحفظ، بس انا بدي اسالك بعد شغلتين متعلقين اولا باليوم في اراده، هل في اراده او هل وصلكم اي خبر او اي رساله ب يعني بشرط يضعه الوزير جبران باسيل بتوزيره بالحكومه المقبله، او هو سالكم هل وصلكم اي شرط يتعلق مثلا بملف الكهرباء؟ وكمان في سؤال عن انه اليوم يبدو انه الثنائي الشيعي يتوجه لاعاده تكليف الرئيس ميقاتي، وثمة من يقول انه اذا عاد الرئيس ميقاتي بال 65 صوت اللي هو ثبت بالاكثريه اخر اكثريه اللي انتخبت الرئيس بري بمجلس النواب فهو يكون يعني كمان قد وصل الى رئاسه الحكومه وهي تسمى حكومه حزب الله. خلينا ننطلق من السؤال الاخير. اولا هذه النغمه نرجع لحكومه حزب الله وحكومه غير حزب الله، هذه النغمه اثبتت الاحداث كاذبه وعدم صواديتها، نرجع للفتره الماضيه بحكومه 2011 سمعنا هالنغمه من كثير من الاطراف وكان الانقسام كثير كبير بوقتها، لكن حكومه الرئيس ميقاتي استطاعت ان تكون حكومه لكل لبنان ومررت المرحله الخطره اللي كان عم يمرق فيها البلد، وكل الرهانات يلي اخذوها الاطراف اللي كانت متناحره واللي تحولوا كل سهامهم على الحكومه على رئيس الحكومه بالذات ثبت انه هذه الرهانات خاطئه، وهن يعني جزء منهم كف وصل البلد لمازق نحن المازق استمرينا فيه فتره طويله، هذا الانقسام لبنان دفع ثمنه كبير من اغتيال من فتره اللي اعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. للفتره الاخيره يعني هالانقسام دفع ثمنه البلد،
بدليل انه كل الاطراف لهذا الطرف من هون ولهذا الطرف من هون قدر حقق الانجازات اللي هو بيطمح لها، انجازات بين الهلالين، ورجع البلد على التعاون، كله عم برجع يحكي بالتعاون وبالتواصل وبالتالي تحميل الرئيس مئات ونرجع لنغمه سمعنا على كل من كم يوم سمعنا فيها هذه النغمه، لكن هذه النغمه ممزوجه ويعني على اللي طلعوا فيها الاقلاع عنها، لانه لا بقى تتسوق عند حدا ولا بقى تتسوق عند الراي العام اللي هم وهلا نيجي معالجه قضايا المعيشيه. طيب. لا بقى هامه الانقسام السياسي ولا هامه شيء، في مأزق اقتصادي مالي اجتماعي كثير كبير بالبلد، الناس بدها معالجه وهذه المعالجه هي المطلوبه من كل الاطراف. نعم. هيدي اللغه السياسيه من هون وهيدا حكومه فلان وهيدا حكومه فلان ما بتعطي لا حل ولا بتساهم بالحل. طيب في موضوع شرط توزير جبران باسيل، النائب جبران باسيل. رح كفي، ما انا عم كفيهم ورا بعض لاني سالت السؤالين ورا بعض. نعم صح. اما بما يتعلق بموضوع الوزير باسيل، ما في تواصل بين صوت الرئيس مئاتي والوزير جبران باسيل. النائب جبران باسيل من حقه عنده اكبر كتله نيابيه، من حقه انه يطرح شروطه هو للحكومه المقبله ليعطي ثقه للكتله النيابيه اللي بترأسها، لكن هذا الموضوع عند الرئيس مئاتي الشروط المسبقه والكلام اللي عم ينحكى هذا ما بعرف انا يعني ما وصلنا شيء من هذا الكلام، واساسا مش مطروح لانه لننتظر الحكومه لننتظر الاستشارات النيابيه على اي خط بدها ترسي. نعم. عم نسمع بالاعلام على هذا الشروط، يمكن هي باطار طرح الشروط المسبقه، لكن على الصعيد العملي لم يتلقى الرئيس مئاتي اي شيء بهذا الموضوع. وشو موضوع الكهرباء؟ الكهرباء بتطرح فيه موضوع الكهرباء سيد جوزفين، واضح الناس بدها كهرباء، ما بقى هممها مين معه حق ما مين معه حق، الحكومه اللبنانيه مع رئيس مئاتي من خلاله.